نشوف الأهم المراحل التطورية للطفل في عمر 18 شهر. He can climb up a stair held by hand. ممكن إن الطفل يصعد على الدرج اللي عمره 18 شهر. عفواً إحنا ما حكينا على عمر 15 شهر أعتقد. ما غطينا عمر 15 شهر. بعد 12 شهر بنقفز لعمر 15 شهر. ليش ما قفزنا على عمر 13 شهر؟ لأنه بصير تطور الطفل بطيء. بصير تطور الطفل بطيء. فبعد 12 شهر بيبدأ عندي منحكي عن تطور 15 شهر لأنه بصير تطور الطفل يقفز بشكل بصير نقفز بالأعمار أسرع لأنه التطور يصبح أبطأ. تمام؟ طيب نرجع عمر 15 شهر. الطفل اللي عمره 15 شهر he can walk by himself. بيقدر إنه يمشي لحاله بدون مساعدة الآخرين وبدون ما يمشي على الأثاث. فإذا إجا عنا سؤال بالامتحان متى الطفل بيبدأ إنه يمشي لحاله؟ متى الطفل كان the baby start to walk by himself by the age of؟ بيكون الجواب 15 شهر. He can climb the stairs on all four. ممكن يطلع الدرجات لكن باستخدام اليدين والرجلين، يعني بيطلع الدرجات حبي. تمام؟ And he can kneel unaided. بيقدر يعمل kneeling. Kneeling لما الطفل بينزل لتحت بثني الركبتين، هذا بسميه إيش؟ kneeling. هلا leaning اللي حكينا عنه المرة الماضية لما الطفل بثني ظهره، تمام، بس عشان يأخذ إشي لعبة واقع على الأرض مثلا بسميها leaning لما الطفل بيثني ظهره. لما الطفل بينزل على الأرض بثني الركبتين هاي بسميها kneeling. فبيقدر إنه يعمل kneeling، يأخذ إشي عن الأرض ويطلع مثلا، أوكي، وهذا أيضا تطور لقدرات حركية. He can stand up by his own. بيستطيع أن يوقف لحاله بدون استخدام الأثاث أو بدون مساعدة الآخرين. طبعا الطفل ما يقدر أنه يمشي لحاله إلا إذا وقف لحاله، يعني ما في طفل بتساعده عشان يوقف وبيمشي لحاله. نو no. الطفل بيوقف لحاله أول بعدين بيمشي، هيك النورمال ديفلوبمنت بيمشي. أوكي، الطفل بيحبي بالأول بيجلس طبعا لحاله، بيحبي بعدين بيوقف على الأثاث لحاله، بعدين بيوقف لحاله، بعدين بيمشي. هيك النورمال ديفلوبمنت عند الأطفال. فإذا كان في عندي طفل غير طبيعي مثلا عنده شلل دماغي وبدي أعلمه المشي، لازم أتأكد إنه بيجلس لحاله، بيقدر إنه يحبي، بيقدر إنه يوقف على الأثاث لحاله، بيقدر يوقف لحاله، بعدين بعلمه المشي. لازم أعلمه المشي بالطرق التطورية الطبيعية، تمام، بتسلسل، بهذا التسلسل. إذا ما مشيت بهذا التسلسل بكون بعلم الطفل خطأ، ما رح يمشي. أوكي؟ تمام. استخدام اليدين للطفل اللي عمره 15 شهر. He likes throwing objects down back to people and pushing them. بحب إنه يرمي الأشياء، عشان هيك لعبة الفوتبول ورمي الفوتبول بحبها الطفل كثير. He can put a button into a bottle. بيقدر إنه يحط زر داخل زجاجة. فاللي بده يصور طفل عمره 15 شهر بس أعطيه زر وأعطيه زجاجة ومباشرة راح يحط الزر داخل الزجاجة. فأنا ممكن إذا بدي أفحص طفل عمره 15 شهر أشوف تطوره بس بعطيه زر وبعطيه زجاجة، إذا حط الزر داخل الزجاجة بعرف إنه تطوره طبيعي. He can hold a spoon and put his into his mouth. بيمسك ملعقة بحطها بفمه. He asks for object by pointing to them. ممكن يطلب الأشياء عن طريق الإشارة إلها. طبعا أنا بالعادة ما بحب إنه الطفل يطلب الأشياء عن طريق الإشارة. ممكن الأم تحاول مع الطفل، مثلا بيكون بده حليب بيأشر لها على الرضاعة. المفروض إن الأم تحاول إنها تخلي الطفل يحكي. كيف تحكي له؟ مو فاهم عليك ماما، إيش بدك؟ فهمني إيش بدك، احكي لي إيش بدك، عشان يضطر إنه يحكي كلمة milk. أوكي، أو تيجي تحكي له بدك milk، بدك milk، بدك حليب، بدك تشرب حليب، بيهزلها براسه مرة على مرة، بتخلي الطفل يصير يستخدم اللغة اللي موجودة عنده ويستخدم الكلمات اللي موجودة عنده. He can turn the pages of picture book. طبعا بيستطيع الطفل اللي عمره 15 شهر انه يفتح الكتاب ويفتح الكتاب صفحة صفحة. فإذا كان عنده كتاب صور مثلا ممكن انه يفتح الكتاب ويتفرج على الصور اللي موجودة على الكتاب.
He can reproduce a line made on a paper by adult. ممكن إذا رسمت خط للطفل ممكن إنه يعيد يرسم خط ثاني، وهذا بدل على تطور قدرات حركية وعقلية. فممكن اللي بده ياخذ فيديو لطفل عمره 15 شهر يبين لنا هاي الشغلة، أعطيه ارسم أمامه خط رح يرسم أمامك خط آخر. بيلدينج جيمز بحب انه يلعب لعبة البناء، بيعطيه مكعبات، بيعطيه ليجوز وبيبني منها اشكال مكعبات وبيوت. هاي اللعبة كثير بتنمي القدرات العقلية عند الاطفال، لكن بدنا ننتبه انه تكون حجم هاي المكعبات مش صغير، لانه ممكن الطفل يحطها في تمه ويبلعها، فلازم يكون حجمها كبير ما يدخل في تم الطفل، تمام؟ فكثير ضروري انه ننتبه على هاي الشغلة. لعبة البوستنج جيمز، البوستنج جيمز اللي هي لعبة البازل، انه مثلا لو كان مثلا عندي بازل فيها مكان لمربع ومكان لمثلث ومكان لمستطيل، بتكون قطع المربع والمثلث والمستطيل على جنب، فممكن انا اخذ المربع والمثلث والمستطيل ويتعلم الطفل كيف يضع المثلث على المثلث والمربع على المربع والمستطيل على المستطيل. طبعا مو شرط تكون مثلث ومربع ومستطيل، ممكن تكون نجمة، ممكن تكون هلال، ممكن تكون تفاحة. فهاي البوستنج جيم من الألعاب اللي كتير مهمة للأطفال في هذا العمر، بتنمي قدراتهم الحركية والعقلية، وبتنمي مهارة الـ Eye Hand Coordination، التناسق البصري والحركي، التناسق البصري والحركي بتطوره كثير عند الأطفال بهذا العمر. الطفل اللي عمره التطور اللغوي لعمر 15 شهر، تتذكروا حكينا إنه الطفل بيحكي أول كلماته بين عمر 9 ل 15 شهر، فهو بعده بيحكي كلمات بهاي المرحلة العمرية. طبعا ممكن يحكي جملة مكونة من كلمتين ممكن، لكن لو حكى كلمات متفرقة still بيكون within normal limit، بيكون طبيعي. He can produce general meaningful language، كلماته تفهم عليها أمه، ممكن أمه بتفهمه عليه، اللي حواليه بيفهموا عليه. He put important thing first، دائما لما بيحكي بيحكي عن حاله بالأول، لأنه بيعتبر حاله أنه أهم إشي بالدنيا. He can modulate his voice tone، ممكن يحكي بنبرة صوت، يعني أحياناً طفل بيطلب من أمه بنبرة هيك حنونة على أساس أنه يعني حزنها عليه وتعطيه الإشي اللي بدها إياه، بصير يحكي لها مثلاً مامو شوكليت، أنه بده شوكولاتة بطريقة حزينة على أساس يعني يحزن أمه عليه. فبيحكي وبتلاعب بنبرة الصوت عشان يعبر عن الإشي اللي بده إياه. طبعاً parents should use short, simple and correct language مع أطفالهم، يجب أنهم يستخدموا لغة بسيطة، ما تكون لغة صعبة وصحيحة بنفس الوقت، وما لازم نستخدم children's language نفسهم، يعني نحكي كلام مكسر، نحكي نلدغ ببعض الحروف زي ما الطفل بيلدغ النوم. لازم نحكي لغة بسيطة صحيحة مع الأطفال، وما لازم نعيد كلماتهم اللي بيحكوها بطريقة غير صحيحة. مثلا إذا بيحكي عن مثلا خلينا نحكي عن الميلك، مثلا بيحكي مك، فتيجي الأم بتحكي له بدك مك، بدك مك، أعطيك مك، نو احكي له بدك ميلك، بعطيك ميلك. إذا بيحكي عن الحليب مثلا حبيب، تحكي له بدك أعطيك حبيب، نو احكي له أعطيني حليب، احكي معه حليب، تمام؟ لأنه كثير بالأحيان إحنا بنشجعهم على استخدام الخاطئ للكلمات والمخارج الحروف الخطأ، فبالعكس نعملهم مشكلة لغوية، تمام؟ Do not push the child to talk، دائماً بحكي للأهالي إنه لا تحاول إنك تضغط على الطفل عشان يحكي، عشان ما نعمل له عقدة نفسية ونعمل له مشكلة لغوية فيما بعد. خلي الطفل يحكي بطريقته على راحته، بس أنا وظيفتي أحكي معاه لغة سليمة صحيحة بسيطة. التطور الاجتماعي للطفل اللي عمره 15 شهر، he likes to do forbidding things، بحب انه يعمل اشياء الممنوعة، لانه بيكتشف، بيعتقد دائما انه الاشي الممنوع فيه اكتشاف، فيه مغامرة،
فدائما كل ممنوع مرغوب، بحب انه مثلا اذا امه ما بدها اياه يفتح جرار المطبخ راح يصير يحب يفتح جرار المطبخ، يفتح خزائن المطبخ ويلعب فيهم راح يفتح خزائن المطبخ ويلعب فيهم. فعشان هيك الام نوعا ما لازم انه يكون بيئه بيتها امينه، انها ترتب البيت بطريقه ما يؤذي الطفل نفسه، مثلا الاشياء الزجاجيه الحاده تحطها في اماكن مرتفعه ما بوصل لها الطفل، والاشياء العادي البلاستيك تحطها في اماكن منخفضه ممكن الطفل يلعب فيها وما يؤذي نفسه. الطفل بهذا العمر بيكون very active، cannot sit down, push pieces of furniture to move around، بيحرك الأثاث، بيكون نشيط جدا في هاي المرحلة العمرية. He likes to play with people, many people to be around him، بيحب انه يلعب مع الناس وبيحب انه ناس كثير يكونوا حواليه، يكون هو مصدر الاهتمام والناس كلها تتطلع عليه كيف بيلعب. He is interested with pictures and picture books، بحب الصور، بحب يتطلع على الصور، فعشان هيك ممكن الآباء إنهم يستغلوا هذا الإشي بإنهم يعلموا الطفل أشياء كويسة، يعلموا الطفل أشياء حلوة، ينموا مهاراته وقدراته باستخدام الصور. He can show his mother wet dirty diaper، ممكن يحكي لأمه أنه الدايبر عنده wet أو dirty، بحكي لها ماما أنا عملت نونو في نونو بهذا العمر. وهذا طبعا بيكون الطفل بهاي المرحلة ممكن أن نبلش مع toilet training، عملية التدرب للذهاب إلى الحمام. مجرد الطفل ما يبلش يميز أنه يحكي لأمه في نونو في ككا معناته أنه he is ready to go to the toilet. تمام. He may sit in a potty، ممكن يجلس على التواليت التواليت. He likes to throw everything to show the development of his nervous system. Throwing things منشوفه قبل عمر 15 شهر، احنا كنا نشوفه على عمر 10 شهور مظبوط، وبستمر. علشان هيك لازم نتعامل بحذر مع الأشياء اللي بتكون في بين إيدين الطفل عشان ما يؤذي نفسه ويثبت، ويعني وممكن يكسر أشياء تكون ثمينة. تمام. فلازم ننتبه على هذا الموضوع. ننتقل لعمر 18 شهر. البيبي في عمر 18 شهر he can climb up a stair held by hand، ممكن انه يصعد الدرج باستخدام بمساعدة الآخرين. he can bend down to pick up things، ممكن انه يعمل leaning و kneeling عادي زي في 15 شهر. He can jump in both foot، ممكن يقفز على القدمين. He can run and fall often fall، بيركض، ممكن يركض، لكن أحياناً كثير بوقع وهو بيركض لأنه التوازن عنده لسه مش مكتمل على عمر 18 شهر. He can pull a toy behind him، بحب أنه يجر الألعاب خلفه، فدائماً بيكون مخرب اللعبة، مطلع السلك من السيارة، مطلع شعرات اللعبة وجارها وراه، لأنه he like pulling things، بحب أنه يجر الألعاب ويجر الألعاب معاه. and he can walk backward، ممكن يمشي للخلف. المشي للخلف بدل على تطور الطفل من ناحية حركية. فإذا أحد فيكم كان في عنده طفل عمره 18 شهر ممكن أنه يبين لنا كيف بيطلع الدرج، كيف أنه مثلا بيقفز على قدمين، ممكن يبين لنا كيف بيمشي للخلف. تمام. إذا كان في حدا بده يصور طفل عمره 18 شهر. استخدام اليدين للطفل اللي عمره 18 شهر هي كان throw a ball without falling، ممكن إنه يرمي الكرة بدون ما يفقد توازنه، بدون ما يقع وبدون ما يفقد توازنه. he can push a ball with a foot without falling، ممكن يعمل kicking للبول، يعني شوت الطابة في رجله بدون ما يقع كمان، دليل على تطور التوازن عند الطفل. وكمان هاي ممكن نشوفها في فيديو لطفل عمره 18 شهر، أعطيه فوتبول وخليه يشوط الفوتبول وبيكون يعني تطوريا من ناحية 18 شهر طبيعي. He can take off his shoes and clothes without buttons or zippers، ممكن يشلح شوزه، ممكن يشلح أواعيه، طبعا إذا ما كان فيهم أزرار وسحابات، لأنه الأزرار والسحابات فكهم صعب على طفل عمره 18 شهر. He can eat by himself cleanly، المفروض الطفل اللي عمره 18 شهر يستطيع أنه يأكل من غير ما يعمل كثير مس،
تمام. طبعا هذا اذا امه عودته على الاكل من عمر السنه، اذا بلشت تخليه ياكل لحاله من عمر سنه، بوصل عمر 18 شهر بتكون اموره ماشي حالها. اما اذا بدها تعلمه على 18 شهر لا رح يعمل مس، لكن اذا بلشت تعلمه على 12 شهر ل 18 شهر بتكون اموره كويسه. اوكي. هي لايك سكريبلينج، بحب تشخبط، فاذا مسك قلم في ايده هون المصيبه، بخليش حيط سليم، رح يخربش على الحيطان، رح يخربش على الكتب. ف we have to be very careful about this. اوكي. Understanding، الاستيعاب عند الطفل اللي عمره 18 شهر. He can point out one or two objects، ممكن يعرف صورة صورتين. He can name one or two objects على الأقل. ممكن تحكي له لمين هاي الصورة، يحكي لك لبابا. لمين هاي الصورة؟ لماما. لمين هاي الصورة؟ لتيتا، لجدو، أو لواحد من إخوانه. He can name one or two objects. He can point two or three body parts. ممكن تحكي له وين عينك، وين تمك، وين أنفك، وممكن تحكي له إيش هاد، يحكي لك أنفي، أنف أو نوز، أو بطريقته بلغته إيش هاي، بحكي لك هاي تمي. He can understand and perform one or two orders. بيستطيع الطفل اللي عمره 18 شهر يفهم وينفذ أمر أو أمرين. يعني كيف؟ بحكي له روح جيب اللعبة وسكر الباب، بجيب اللعبة وبسكر الباب. روح بوس بابا وجيب اللعبة، بوس بابا وبجيب اللعبة. دليل على انه الاستيعاب القدرات العقلية عنده احسن. He can make towers of three or four cubes. ممكن يعمل برج مكون من ثلاث او اربع مكعبات. He can fit or two three block into the board. ممكن إذا لعبت معاه البازل بورد إنه يرجع ثلاث قطع في مكانهم الصحيح على الأقل، إذا كانوا طبعاً سهلين. أحياناً البازل إذا كانت صغيرة وقطعها معقدة بتكون صعبة عليه، إذا كانت يعني قطعها غير معقدة ممكن يرجع ثلاث قطع على البازل بطريقة صحيحة. ممكن يرجع ثلاث قطع وممكن أكثر من ثلاث. التطور اللغوي عند الطفل اللي عمره 18 شهر، بيحكي كلمات، ممكن يحكي جمل كثير بشبه 15 شهر. He talks a lot to get attention. بيحاول انه يلفت الانتباه بالكلام. طبعا احنا يعني اصلا الطفل كثير اهله بيحبوا انهم يسمعوا بيحكي وبيسمعوا له لما بيحكي وبينتبهوا عليه، فبيحاول انه يلفت الانتباه عن طريق الحكي. الآن في مشكلة عند الأطفال إنهم الأهالي كثير بيحبوا إنهم الأطفال إنهم يحكوا، فبس يكون الطفل يحكي الكل بيكون ساكت، والكل بضل ساكت لما حضرة الطفل بيكون بيحكي. طبعا بهاي الحالة أحيانا لازم إن نعلم الطفل how to must learn how to listen to others. لازم إن الطفل يتعلم كيف يستمع للآخرين، لأن الطفل إذا يعني ما رح يتعلم آداب الكلام والاستماع. طبعا يمكن تضحكوا علي تحكوا من نعلم آداب الكلام والاستماع للطفل عمره 18 شهر. بحكي لكم يس، الطفل من عمر 18 شهر وأقل بتعلم آداب الكلام والاستماع. فالمفروض إنه لما الطفل بيحكي أوكي بنسمع له. الآن لما بتيجي الأم بتحكي، مش المفروض الطفل يضل يحكي، فبتحكي له ما أمه مثلا لا خلاص أنا لما الماما بتحكي لازم تسكت يا أحمد، أوكي؟ لازم تسكت، أنا لازم أحكي الآن وتسمعني، أوكي؟ فلازم إنه من هاي المرحلة نبلش نعلم الطفل how to listen، إنه لما ماما بتحكي لازم أنت تسمع، لما بابا بيحكي لازم أنت تسمع، مش مكيفين عليه إنه بيحكي بيحكي بيحكي، بعدين بيكبر ببطل يتعلم إنه كيف يسمع لأبوه أو لأمه لما بيحكوا. تمام. ف we have to be very careful about these points. Parents should speak in simple language and shouldn't push them to talk again and again and again. لازم يحكوا في لغة صحيحة سليمة، ما لازم إن نجبر الطفل على الكلام. Social development للطفل اللي عمره 18 شهر. They like to escape everywhere and fall down a lot. بيحبوا لعبة إنه لحقة، لعبة إنه بهرب وأنت بتلحقني، بركض وأنت بتلحق وراي، كثير بيحبوا هاي اللعبة.
They can play quietly by their own for 30 to 40 minutes. ممكن يلعب الطفل اللي عمره 18 شهر نص ساعة 40 دقيقة ساعة لوحده. They like to move toys around the room. دائما بحب يحرك الألعاب داخل الغرفة. He liked to put things into orders where it was. الأطفال بهاي المرحلة العمرية ممكن بيحبوا الأوردرينج الترتيب، فممكن أنا عادي أعلم الطفل إنه أوكي ماما خلصنا لعب بهاي الألعاب، هلا بدنا نروح ننام، لازم نرجع الألعاب داخل البوكس، لازم نرجع الألعاب على الرف، لازم نرجع الألعاب على مكانها، يلا يا حمودة يلا امسك لعبتك وحطها هناك، امسك لعبتك هاي وحطها هناك. فإذا بلشنا نعلم الطفل على هذا الموضوع بهذا العمر بيستوعب الأوردرينج الترتيب والتنظيم، بيستوعبه مننمي فيه أشياء كويسة ومنعود عليها منذ الصغر. أوكي؟ He likes to see pictures and play with books and put his but his attention span is short. بحب إنه يلعب بحب يشوف الصور، بحب يلعب بالكتب. لكن ما بتتخيل إنك تجلس طفل مثلاً تقعد تشرح له عن قصة أو تشرح له عن صور لمدة مثلاً 30 دقيقة، لا، يعني ممكن يستوعبك 15 دقائق، بعدين بدي يروح يلعب، بعدين برجع بعد ساعة ساعتين بدي إياك تقرأ له قصة أو بدي يطلع على الكتاب مرة ثانية. يعني هو مو interested in book، لكن attention span انتباههم بيكون عادة لفترة قصيرة. They refer to a complete action like dad is gone, milk is all gone. هون في يعني لازم هاي all لحال وغن لحال، فيش إشي اسمه ألوغن، all لحال وغن لحال، بس في خلط طباعي بهذا السلايد. أوكي، إذن بيعرف معنى انتهى، بيعرف معنى خلص، يعني لما بيخلص الحليب بيحكي لأمه بح، ما في بح، خلص الحليب. أو وين بابا؟ بابا راح، بابا بح، بابا ما في، بيعرف معنى إيش؟ إنه خلص، انتهى، راح. أوكي؟ he is not ready yet to play with other children. بدكم شغلة ضروري كثير انكم تفهموها، ان الطفل اللي عمره 18 شهر ما بيحب يلعب مع الاطفال. فما تتخيل انه والله بدي انادي ابن خالته اللي عمره 18 شهر عشان يلعب معه، او اجيب ابن خالته اللي عمره سنتين عشان يلعب معه. No. الطفل اللي عمره 18 شهر بيحب يلعب مع الكبار، لانه بده واحد يسايسه، بده واحد يفهم عليه، واحد يستوعب عليه. إذا لعب الطفل مع طفل ما بيزبط، رح يتهاوش ورح يبكي، ما رح يكون فيه انسجام، تمام؟ فلازم تكون منتبهين كثير على هاي النقطة. ننتقل لعمر السنتين. قفزنا لعمر سنتين. الطفل اللي عمره سنتين طبعاً he can climb up and down stairs. بيطلع الدرج وبينزل الدرج بدون مساعدة. ممكن يمسك الريل، يمسك الدربزين وهو طالع على الدرج ونازل. he can run go in a circle. ممكن يركض go in a circle، بيمشي على دائرة بلف بدور. he can skip up and down. بنطنط. he can climb. بتشعبط. he can dance. بيرقص. فكثير بيكون في عنده تطور حركي. فإذا شخص كان منكم عنده طفل عمره سنتين، يا ريت يورجينا كيف بلف، بيركض، بينط، بيرقص، بيطلع الدرج وبينزل الدرج. He can kick a ball without losing his balance. ممكن يرمي الطابة بدون ما يفقد توازنه، وهذا منشوفه عن 18 شهر أيضا. He can jump in both feet. بيقفز على قدمين، بنشوفه عن 18 شهر. And he can bend slightly at waist and knees. Bending at waist and knees هاي الحركة بسميها kneeling، والkneeling شفناه قبل عمر السنتين، قبل عمر السنتين منشوف حركة kneeling. Use of hand أكثر شيء بيميز عمر السنتين، ويا ريت إنه إذا حدا فيكم عنده طفل عمره سنتين يبين لنا هاي الحركات، كثير مهم تبين هاي الحركات لطفل عمره سنتين. الطفل اللي عمره سنتين he can rotate his forearm so he can do the following. الطفل اللي عمره سنتين بيقدر انه يعمل حركة supination pronation بإيده. اتصور طلاب العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي بيعرفوا معنى كلمة supination وpronation. supination لما بحرك الفور arm، بحرك اليد
بطريقة زي كأني بدعي ربنا. أوكي، كيف حركة الدعاء بيكون إيدي upward؟ حركة الدعاء هاي بسميها supination. لما بحرك إيدي العكس تماماً بيكونوا الكف للأرض باتجاه الأرض، باطن اليد باتجاه الأرض، هاي الحركة بسميها pronation. حركة الدعاء بسميها supination، وحركة المعاكسة بسميها pronation. الطفل في عمر السنتين بيبدأ إنه يعمل حركة supination pronation. طبعاً لما بيبدأ يعمل هاي الحركة ببلش يعمل حركات كثير في الحياة. He can open and shut doors، بيقدر يفتح الباب ويسكر الباب. تمام؟ open and shut doors يعني بيقدر يفتح غالي الباب ويسكر غالي الباب، هذا المقصود. He can put on his shoes، بيقدر إنه يضع يلبس حذائه، لأنه لبس الحذاء بحاجة لpronation supination. He can put on jacket or trouser، بيقدر يلبس الجاكيت، بيقدر يلبس البنطلون، لأنه هاي الحركة بحاجة لpronation supination. He can turn the book pages page by page، بيقدر يفتح صفحات الكتاب ورقة ورقة، لأنه فتح صفحة الكتاب بحاجة لpronation supination. pronation supination، متخيلين معي شباب؟ He can copy line better than adult، بيقدر إنه يعني أنت ترسم خطوط وبيقدر إنه ينسخ هذه الخطوط، لأنه حركة الخطوط على الورقة بحاجة لsupination pronation. And he can feed himself properly، بيقدر إنه يأكل بطريقة سليمة وبطريقة نظيفة. ليش؟ لأنه أنا لما بمسك المعلقة وباكل رز أو أكل بالملعقة بحاجة إني أعمل supination، وبحاجة إني أعمل pronation وsupination عشان أقدر إني أحط الأكل الملعقة في الصحن وأكل منيح، وأرجع أحط الأكل في تمي من غير ما أكب الأكل. فالطفل على عمر السنتين he can feed himself properly. فإذا سألتكم سؤال بالامتحان مت الطفل can feed himself properly، الجواب بيكون عمر السنتين. عمر السنتين طبعا إذا كانت أمه معلمته من عمر السنة كيف لازم يأكل. الآن بيأكل بعائل يعني بيأكل بإيده بيأكل قبل عمر السنتين، لكن بعمر السنتين بيقدر يأكل باستخدام الملعقة وبطريقة نظيفة وما يكب أكل. تمام؟ بس مش أول مرة أنا بعطيه الملعقة عمر سنتين وبتوقع أنه يأكل بنظافة. لا طبعا، لازم أكون معلمه قبل هيك، لما بوصل سنتين بيأكل في الملعقة بطريقة نظيفة. الاستيعاب what four or four pictures are، بيقدر يستوعب أربع خمس صور وممكن أكثر. لمين هدول الصور؟ بيحكي لك هذا مثلا بابا ماما، أو هاي صورة dog كلب، هاي صورة مثلا flower وردة. He can point to five or four body parts، بيقدر يعرف خمسة لأربع أعضاء في الجسم، مثلا وين أنفك، وين تمك، وين شعرك، وين عيونك، وين إيدك، وممكن أكثر. He can understand two or three orders given at a time، ممكن يستوعب وينفذ أمرين لثلاث أوامر. روح جيب اللعبة وتعال اجلس جنب بابا وسكر الباب. روح جيب اللعبة واجلس جنب بابا وأعطي بابا بوسة. هذولا three orders. Okay. He can control his bowels and bladder and clean during the day and but he cannot wipe himself. ممكن إنه يسيطر على البول and bladder movement، يسيطر على حاله إنه ما بيعمل نونو على حاله أو حتى كك. عشان هيك أحسن the best time for toilet training is 2 years old، أحسن وقت لأنه الطفل ندربه للذهاب إلى الحمام بيكون toilet train عمر السنتين. فإذا سألت سؤال بالامتحان متى الطفل بيكون ready for toilet training وready for going to the toilet by himself، الجواب بيكون عمر سنتين. تمام؟ He can make towers of 6 or 8 cubes، ممكن يعمل برج مكون من 6 إلى 8 مكعبات. He can fit together 3 or 4 pieces، ممكن على لعبة البازل يرجع 3 لـ4 قطع على مكانها الصحيح على الأقل. He know 1 or 2 colors، ممكن يعرف لون أو لونين على الأقل. وأشهر الألوان اللي بيعرفوها الأطفال الزهري والأزرق، وبيكون الطفل طبعاً البنت زهري زهري، كل شيء زهري، بتحب الزهري، والطفل
الولد بحب الأزرق لأنه هيك معودين إنه الزهر مشتقاته للبنات والأزرق مشتقاته للأولاد، وبعرف من الألوان كمان المميزة عند الأطفال اللي بيعرفوها اللون الأحمر، بيجذب اللون الأحمر وبيميز اللون الأحمر بسرعة. He count to three or four، ممكن يعد للأربعة، ممكن يعد للعشرة، ممكن أكثر، حسب كيف الأهل بيعلموه، قديش الأهل بيجلسوا مع طفلهم وبيعلموه أشياء بيتعلم الطفل. تمام؟ التطور اللغوي للطفل اللي عمره 12 سنتين، he uses verbs and construct phrases، ممكن يبدأ يستخدم أفعال، ممكن يبدأ يستخدم مصطلح يعني كلمات أكثر مثلا. okay. he referred to himself by his name or I، بيحكي عن حاله باستخدام اسمه أو I، مثلا أنا بدي حليب، أو مثلا بحكي لك حمودة بده حليب، حمودة يعني الطفل نفسه مثلا. okay. Do not speak with the baby in a too formal language or baby language. ركزنا على هاي المعلومة للآباء والأمهات، نحكي معهم بلغة بسيطة سليمة، ولا نستخدم لغة الأطفال في الحديث مع الأطفال. تمام؟ التطور الاجتماعي للطفل اللي عمره سنتين، he can help in housekeeping activity، ممكن يساعد أمه، ممكن أمه تحكي له حط لي الألعاب داخل الصندوق، حط الجرابات جوا جرار الجرابات، ممكن تحكي له هدول الجرابات حطهم بجرار بابا، هاي حط ليها بجرار ماما. أوكي؟ ممكن يساعد أمه عادي بطريقة آمنة طبعا يعني. أوكي؟ but we should keep an eye on him to prevent danger. الطفل بهذا العمر بتحرك بيمشي بحب الاكتشاف، ممكن يؤذي نفسه because of this، فلازم الأم تكون منتبهة تشيل كل الأشياء اللي ممكن إنه يؤذي الطفل فيها نفسه وترفعها في مكان ما بوصل الطفل. He likes games that require motor and cognitive ability، بحب الألعاب اللي بتتطلب قدرات حركية وعقلية. طبعا أكيد التليفون والبلاي ستيشن والكمبيوتر بلفت نظر الطفل، لكن حذاري حذاري من إنه نمسك أطفالنا بهذا العمر أجهزة إلكترونية. الكل صار بيعرف إنه الأجهزة الإلكترونية أصبحت تعمل لي مشاكل عند الأطفال، بتأثر على قدراتهم الحركية والعقلية والتطورية. ورغم إنه يعني الطفل اللي عمره سنتين كثير بنجذب للتليفون والأجهزة الإلكترونية بطريقة غير معقولة، لكن بحذركم إنه لا تخلوا الأطفال يستخدموا الأجهزة الإلكترونية في عمر صغير لأنهم راح يتعلقوا فيها، فلا تعطوهم الأجهزة الإلكترونية. That time is a special time for him and he is attracted by bathrooms، بحب الحمام والباثرومز والحمامات، أحلى مكان بالبيت بكون الباثروم، مجرد ما ينفتح باب الحمام طفل بروح الحمام، بيلعب بالتويلت، بيلعب بالمي، بيخرب لنا الدنيا. He's very shy and prefer to play by himself. الطفل بيعرف معنى الخجل، هيك بصير خجول في عمر السنتين، بحب يلعب مع حاله، بيلعب لوحده، بحب. طبعا games between children and this stage usually end up with tears، معروف طفل عمره سنتين بيلعب مع طفل ثاني 5 دقائق 10 دقائق بالكثير منبلش نسمع الصوت، رح يتهاوشوا. ما بستوعب الطفل اللي عمره سنتين يلعب مع طفل ثاني، بيلعب مع كبير اوكي، اما يلعب مع طفل ثاني نو، رح يتهاوشوا، ما رح يفهموا بعض. تمام؟ هلا يعني طيب اوكي، يعني ما اعرضه لاطفال وما اخليه يلعب مع اطفال؟ لا طبعا، انا لازم ينسجم مع اطفال ويلعب مع الاطفال ويشوف اطفال وينسجم معهم، والاطفال موجودين في البيت، ممكن اخوه اللي اكبر منه اخوه اللي اصغر منه، الأطفال موجودين لازم يلعبوا مع بعض. فهسا أنا لما بيلعبوا الأطفال مع بعضهم البعض ويصير في مشكلة على لعبة معينة أو على شيء معين، إيش لازم تعمل الأم؟ الأم أو الأب لازم يكونوا عادلين، يعني إذا اللعبة كانت لأحمد بعطي اللعبة لأحمد، حتى لو كان أحمد أكبر، حتى لو كان أحمد أصغر. إذا اللعبة كانت لمحمد بعطي اللعبة لمحمد، حتى لو كان محمد أكبر، حتى لو كان محمد أصغر. لازم يكون عادلين. إذا اللعبة كانت إلهم الاثنين
وحكينا لهم انه هاي اللعبة لكم الاثنين المفروض تلعبوا مع بعض فيها وما يصير في مشكلة، بشيل اللعبة منهم الاثنين وبخبيها خلاص، بحكي لهم انه انتوا لعبتوا مع بعض وتهاوشتوا واختلفتوا على اللعبة وهاي اللعبة مفروض لكم الاثنين، خلاص انا بشيل اللعبة لغاية ما تتفقوا وتحل المشكلة. فدائما لازم الاب والام يكونوا عادلين. بيجي بحكي لك لا ما هو هذا عمره 5 سنين وهذا عمره 2، شو بفهمه هذا اللي عمره 2، اعطيه اللعبه مش مشكله ماما اعطيه اللعبه. او بيكون مثلا الطفل عندي ضيف بالبيت، باجي الطفل الضيف بعطيه لعبه ابني علشان ضيف وعيب ومش عيب وهاي الامور. نو 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 نو، لازم ان نكون عادلين. اذا اللعبه لابني بعطي لابني اللعبه، والضيف بحكي له انه هاي اللعبه لاحمد ولعبتك موجود بالبيت خالته، تمام؟ أو إذا كانت اللعبة اللي كنت حاكي لهم بالأول أنتوا هاي اللعبة لكم التنين لازم تلعبوا مع بعض، وإذا تهاوشتوا مع بعض أنا رح أشيل اللعبة منكم، بخليهم يلعبوا الاثنين، تهاوشوا مع بعض خلاص بحكي بحق بعمل الإشي اللي اتفقنا عليه من البداية، إنه إذا تهاوشتوا وبكيتوا على اللعبة أنتوا التنين رح أشيل اللعبة منكم، بمسك اللعبة وبشيلها من الطفلين، تمام؟ So لازم يكون في رول تمشي، لازم you have to be firm. مرة عمر الأطفال بتعلموا النظام، بتعلموا إنه القانون، وبتعلموا إنه لازم يلعبوا مع بعض بطريقة من غير مشاكل. طبعا الطفل اللي عمره 2 بده ياكل لحاله، they want to eat by themselves، وزي ما حكيت لكم دائما الامهات بدهم مش الاطفال ياكلوا لحالهم. ليش؟ لانهم بدهم مش ينطفوا. مشكله الطفل بياكل بصير يلعب بالاكل بخبص بالاكل، علما بان الطفل اللي عمره 2 اذا كانت امه معوديته انه ياكل لحاله المفروض انه ياكل بطريقه من غير ما يوثق حاله في عمر 2، تمام؟ فأنت كل ما عودت طفلك أبكر إنه كيف يأكل رح يأكل بطريقة أنظف ومن غير مس ومن غير مشاكل، أوكي؟ فهذا بيعتمد على الأم. الأم كل ما قضت وقت أطفال أكبر مع الطفل وعلمت الطفل كيف يأكل وبنظافة ومرة عمرة وجهته، بصير عمره 2 بيكون بيأكل بطريقة نظيفة ومن غير مس، أوكي؟ He has to go through certain things before he goes into sleep, like keep the light, the door open, hold the cube or teddy. الطفل اللي عمره 2 بدهوش ينام، بده يضل صاحي، فبصير يعمل حركات عشان يعجز أمه وأبوه. كيف يعني؟ بده ينام والضوء مضوي، بده ينام والباب مفتوح، بده ينام وأمه نايمة عنده، بده ينام وهو ماسك اللعبة، بده ينام وهو ماسك التليفون، بده ينام وهو مثلا ممكن لما يصير بده ينام يصير يحكي أنا بدي أكل جوعان، وما بيكون جوعان بس عشان ما بده ينام. لا طبعا بهاي الحالة الآباء والأمهات لازم يكونوا فيرم مع الطفل، وقت النوم وقت النوم، وما بصير النام والكهرباء شغالة، من نام على ضوء خافت ضوء صغير. ومثلا إذا بالبيت متعودين إنهم يسكروا الباب لما بيناموا لازم يسكر الباب لما بينام، فمرة عمرة بيعرف الطفل إنه خلاص there is no way، قانون البيت بده يمشي تدريجيا وخلاص، وهيك بينام الطفل بدون ما يعمل مشاكل للأب والأم، أوكي؟ فwe have to be very careful about these points عشان ما يغلبونا أبنائنا في التربية وما نتغلب معهم ويصير عنده مشاكل نفسية عقد نفسية ويصير في مشاكل بين الآباء والأمهات على تربية الأبناء. المفروض الأب والأم يكونوا متفقين على الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال وما يناقشوا الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال قدام الأطفال. بيجلس الأب والأم لوحدهم بيناقشوا الطريقة الصحيحة لتربية الطفل وبيطبقوا هاي القواعد مع بعض، مش الأم بتحكي خليه ياكل لحاله، الأب بيحكي لا تخليه ياكل لحاله، أو العكس، مش الأم بتحكي لا خليه ينام والضو مضوي والأب بيحكي لا لازم ينام والضو مطفي، أو افتحوا الباب وسكروا الباب وكل واحد فيهم. الطفل رح يكون opportunistic، رح يكون انتهازي ورح يستغل هذا الموضوع لمصلحته وبيعمل مشاكل، بيخلق مشاكل بين الأم والأب على تربية الطفل، تمام؟ فلازم يكون كثير منتبهين لهاي النقطة.